وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر إنك ميسر كل أمر عسير. ربي زدنا علما. وقد أمر الله تعالى أدنى الله أمره أبونا بإقام الصلاة كاكبايل أبون على كل مؤمن كنان مؤمن شيستا أمن أمره عاصيا كان مطيعا مطيعوك هو عسيوك. والصلاة الصلاة كي كاكيها ذكر ذكر قليل بدليل قوله تعالى الله سبحانه راعي يسل دليل الدسون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري توتسا كاكبي دون راك ألدي شوزي وكينه هذي كاك ذكر كانها هم نتلع باب بوغوها سنجي زغلاويها سنجي بطلرة شياسة ماتلزي بيهولي جيشيل سنجي لك الذكر بي أورادال سنجد طريقة تلدغ ما تلزبه لجوش الغسل خاصل شيء قد عنرش الأوراد أدبقها هجيف هلو كان الله تعالى الله أكرو أني أني بك أنا سيجيب سنغو سؤال لرسل نغو جيس حسن سرست بيخي زورخ إحياء الله دي هدين قمو جيل سنجد دول سلسل دين أسل شعاز دي وانو إسلس دي أبيل دون رخصو جيل أبون دون رخصاني ديسة إل رخصيز كل رو جيل ديسة أدبو سمو جيل دون رخصارو چي ديسة رخصيز سنجي منو حبو لغو سنجي ظلمو حبو لغو دون رخصو لغو ننهيز ديسة إل نعانو لتون رخصيز كل رو جيل دون رخصو جي أبي إزدال أمخا هنجي حبوك الله جي أولي بوخا فلو كان الله تعالى الله كارو أني يالعنو الذاكرة ذكري الله رخصو لچيس نعانا طلحون العاصية عسيت لي منها بوليو ذكر هبولي تشيسنا عنا تلولي الله كارو أني وأمره جنس استأمره هبوني بعدم ذكره إياه إس جيو رخصوغي الأبون لما جاز به زبوك إنجو للعسات عسي العدم زي والفساق فسق العدم زي من المؤمنين مؤمن زبزول أن يقيم الصلاة كاكرا زي به لرؤان قالتك أنا عمك أن تشوفه هنجي هنيجي بس أنا خو سنجي كاك غم خلاجي ورخصوجي أبون أبي غادي نسلمو جعسيت منا هبول نسلمو جتشي يست طريقة مثلز بهنجوت يأسكر مثلز بهنجوت إيش لقوس حجبا تشندال دليل بتشون بوجو خدان ده سنجي كاك فايل دسلمو الله أس أمره هم بوجو كين هنيجي مؤمن شيء أس عسيوك هنيجي متيعوك أنا هنيجي هنجي هب كاك ذكر كل حقيقة الله هب دليل دسلم سنجي كاك باي أبون أبي زبوك إنش أمو إن زبز ده فسق لوك أنا عسيا لوك أنا نجي سنجي ذكر بز بهول ربوك أرب أني ولم يقل به هدين أبي زجي أبي جو أحد ثلث سنجي من الأئمة إما زبز مع أن المشايخ مشايخ زبيروك إن جون قدس الله أسرارهم الله أستزور روح الرجز أدهريجي لا يلقنون الذكرى هز تلقين هبول رب مسول رب الذكر ذكره إلا بعد تلقين توات سن توم مسون خادو قروني سنك توا هم خادو شيء عسير لهم فسق لهم يكون رسول وتعليم الإنابة الله استوس سنك حازب قروني احتياط المحكم سياسة فإن استقام المريدون مريز بريد أنجاني هتوب يلدخا إنابة الله سروس يلدا فازوا يزبرهن لشويلا ونالو إلغي شويلة إزي سنجي دراجي شويلة خا وإلا إليت انش اجوناني فالضرر وزرار راجع إليه مريزة بز جدود قبو سنة لا إلى المشيخ إذا أذكر ورد المرسل المشيخ زبز دبو سنة رو فأي رجل شوچي وغي خرج جو قد إوقر من العسياني عسيت ليالدسا عسيت لكولريش لچيوكو نيو مع شو خموغي مع أن العصمة تصوني بك إنجون من خصائص النبوة أورغت ليشو خسلبا دستان بك إنجون صدق
منعدا سنصني حبسكي سنجي رسمتكي هب سنجي نبوة الله خسر في المجازي الله سموك إنجون عسير خيال سقط آخر تشوك ونيو وبعد ذلك هلدس هلدقت أدخ هلدس خدو لم يرد إلى يدق وانشو من طرفه ها كان وبعد ذلك هبغوش نجبت سن خدو خدو سنجي شي علم شي اس اصلي امك ان خدو احيا الدين اسمك بقى على خموجيل سنجي بنو اسرائيل زول زمان سوكر اورغست هل بنو اسرائيل زو عسيل شعاز دون خسوغي اب دون از رخصناني دي سئل نعنا شخص كل رجل ابون هاجي الدت اكل حرب جوخا هبغوش نجبت سنه وبعد ذلك هل دس خدو لم يرد الى دقه باينچو من طرف اسرا قتلن سؤال ما سوغي شي حق سؤال باينچو فلا أدري دي ده حلال و أراضي دو رازي لاني شيل بالجواب هاو جواب الدا أم لا رازي لك إش حلال إلا فالحمد لله رب العالمين علامة البيت إرهن الله سيري سبقه قول الشعراني و إمام شعراني سأبو لبقه في لواقح الأنور الدا وخذا علينا العهد العام نتلي عم وقود إبو سنبقه عن رسول الله الله سو رسول سسان أن نتلي دي أمره مقل أول جوخا صلى الله عليه وسلم شب نتلي خبو سر عم وقود إيه أن نحفظ نتلسل سنزة لسنة نتلمات في كل مجلس نجلسه نتحدث أنشنا مجلس الدا عن كلام اللغوي سنجي خوشية بلغوية وكلام الدا سنك أخي الله بحيدهج وكأخيخا ما أمكان كين رس بيها نيجي رس بيها ربعا خوشية وكلام الدا سن نتلسل مجلسة نتلمات سنزة أو نتلخ قد بسر بوغو وإن وقعنا نتكناني في هشبغي في ذلك هب لغوية خوشية وكلام الدي كاناني حاجة تجربة سناني خا ولا ننصرف سنك نتنخي انجي أبون قد يوسموغو حتى نذكر الله تاني تلسسين الله رخصيج أغو بما هجو يلد سنوار دباج عرب أنه هب دين رخصيح يكفر شرول الأبون ما هجو وقع كرا في ذلك المجلس دو مجلس الله كرب لغوية جو هل شرول الأبون وذلك يبقى أن الملك ملائكة لا يكتب قلارو ما عمله العبد لغس هبور عمل من السيئات كويشب جو يصول إلا بعد ساعة سو ساعات الله سخدو قروني قلارو أو يجي ثلاث ساعات حقو ساعات الله سخدو قروني قلارو كما ورد حديث دي مجر بعدين فإن استغفر استغفر هبونني منحشوريت الله هبونني لم يكتبها دوبس كويشلي قازيكي قلارو تبوا هبونا ما خد سنجي قلل دي باتسوني تلغوكين قلل هجي وإن لم يستغفر استغفر هبيج أناني يكتبها اسئب قال وهذا هب من جملة رحمة الله تعالى بعباده الله سوال عزيز دي دبوغيب رحمة الله دستانجو قلل رحمة الله قلتلجو قلل جملة قلها رحمة الله قلتلجو قلل من حيث كون رحمته الله سوال رحمة بوك إن تلقتلا وحلمي اسول حلموغي سبق غضبه يسول سيم الله سسبي كرب وانتقام يسول سيم مريد سلب سيال الله سسبي كرب فإذا وقع العبد وشي كرمي خلد في معصية سو عسيت لمنهل دي تسابق إليه هل دي سنجي قد سندولا سبي كزيت الله بولا الرحمة رحمتك والانتقام سيم مريد سلب سيجي كيبو قد سندولا سو عسيت لمنهل شي سابر مخد استي ومعلوم خالي جبوغو أن أسماء الرحمة الله سو رحمة تلتصرال أسبق وطيق ونسيرك رلوك إن فتأتي سنجراجونا أسماء الانتقام الله سو ريتسلبو سيتسيم بيتسي يحلو تصرالاجونا فتجد إزداراتولا انتقامة ريتسل حلو تصرازدا أسماء الرحمة الله سو رحمة تلتصرال راتولا قد سبقتها دوري تسيركون عسيح لمنها أبورا وقال تسيبكون خا سبقتها هل سنجي سمقنا شو اسماء داس سبيكون الى محل الانتقام ريتسل بو سولي باقالدي ريتسل بو سيهلو تسارا داس رحمة تلو تسارا سيريكونا طولا فسنجي ترجو اسماء الانتقام ريتسل بو سيهلو دو مناها شوق سنجي تعزير هبي خا ريتسل بو سيهلو اس اسماء النقرسونا بلا تأثير الشبعكي اسر جيبج او نقرسونا رحمة تلو اسماء سيريكونا تيهل والحمد لله رب العالمين علامة البيت إيران الله سيري سوغو وقد كان الشيخ محي الدين العربي محي الدين العربي الشيخ كان يقول دس أبو لب إذا عصيت الله تعالى
من الله سيعسي ثرم خلد في أرض سرط للدا فلا تفارقها من دو عسي لهابورا باك الله سوات أسوغي حتى تعمل في إبقو باك الله دوسة سو عمل هبيج أغو خيرا لكاف كقوله لا إله أبر عدناب لا إله إلا الله أويق سبحان الله عدناب أو الحمد لله عدناب سوحلك عمل هبيج أغو نقي أغي فكما صارت البقعة دو عسي لمنهابورا برات كلها ربعدين تشهد عليك دو زر الله لنعسيها بوليب كذلك دو دينغو تشهد دورات لسنوع سليها بولا لك دو سليك يوم القيمة قيمة سلقوياش دو سليك عمل هورا مخل والله الله سيحفظ سن الله ما يشجن بطلر كيف يشكين بطل نجي الله سن الله وروا بيتنا أبو داود والتلميذي كيسكو واللفظ لفظ له تلميذي سيبوغو والنسائي يسكي بيتنا وابن حباني سجي في صحيح يجن صحيح عبلت أخدا والحاكم يسكي بيتنا وقال التلميذي سأولي بوغو حديث حسن مرفوع أورغس شوزي عن برخرب حديث حسن بوغن هيب شوغو حديث من يشي جلس مجلسا ثم مجلس لعودج أرو كثر فيه لغطه جندي سنجي غرغر خبر خج جندي تلعمل حرب فقال سنجي جنسي أبرو قبل أن يقومت أدي وقن الدي مجلس الله سأي مجلس تل دي أبناني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أبون سبحانك منزل هولا اللهم دربت إرهان وبحمدك دوريتسك هولا أشهد دي سنعطي هولا أن لا إله الله لي بيزي تسوي جو هيتش أخيال دا إلا أنت سوم قروني أستغفرك دير دودي استغفر جيبوغو دي سدودة سمناح شوري هارولا وأتوب إلي دون دودة جيو السنة هيدين أبوناني سنجي خيج خبر غرغر كرابك ألدا إلا غفر الله إسول شورولا ما كان في مجلسي ذلك دو مجلس الدبوك أرشينا بلاغو خج خبر إسلط شرولة انت أتوانها ومير الله ولقد أمر الله تعالى الله أمر هبنا في مواضيع عديدة عمير البك أزا من القرآن قرآن الشول بالاستغفار استغفار هبي أون أمر هبنا والتوبة توبة لسنجي الله أمر هبنا قرآن الشول عمير البك أزا ومدح رسنا الله المستغفرين استغفر هبو لشعي والتوابين توبوا هبو لشعي والاستغفار استغفر ذكر ذكر كل هب يبقي بقى ذكر وأمثال هذه هل درشر كثيرة عمير لغو وكل يبكين بقى كنتك يعارض خزب لبقى كلام الإحياء المذكور دو تشي سؤال مخيزة ومقرة دو رحصر لمقى إحياء رحصر لمقى دو كلام هب كنتك خزب لبقى دو سنجي فنالله بنو إسرائيل زول عسيح لي منهز داريك على الشعاز الله رحصو لوغين دو زول أورغس الله سأو مخيز دون رحصو جي أبي عسيح لي منهال دا منكرل داريك على الشعاز إز دون رحصان ديس إلغي رحصيزي كولا ديسات أدي بسومو دون رحصر ديس رحصيزي هيو عسيح لي أبولي سرساني ديس إيوغي إدين رحصيزي كل الدان دي نعانال داشلون رحصو جي أبي الأبرجو خا سنجي هيدين أبرجو غورو دوب دوس أبرجو مغجو بوغو سنجي عسية تلي كارسيجي مناخ كارستيجي عيب كارسكي الله رخصتي بهولر الأول جو بوجيل أبرج بس شو ممكن أنا علمي تشسلو إحياء الله سحوجيشه هاس إذا مناخ هاي بدين هتش إبوكين فتدبر روز إخلو بكر أبي فالحاصل نجي حاصل أن العبد الله مأمور جندي أمره بورشي كولا بتقوى الله الله أساساً حين قيل أبون في سر إسول جانب وعلانة إسول أدقي أسجى جنس سجى الله أساساً حين قاون أمره ورتش كل الله، لكن كني جلابو دريس هج أو أن يقع منه أساساً كج أو غريس هج أو أحياناً ميخ مخال تفريط أن سجى عرقت لينك أرتشن لي نخ باخين في تقوى الله أساساً حين قت تقوى لك كد دقو تقوى لدا كأن ص أمره أبو مجوني جلاقست لاق سن تقوى لك سجى سعر قب باخين الباخين أو ميخ مخال دكولارو خطولارو إما يسوني بترك بعض المأمورات جند أمره هبورة جلد سوسوجو تون أو يجي فعل بعض المنهيات نهي هبورة سنوجي جلد سوسوجو هبون ومع ذلك هيلدج صداق لا ينافي سنج خزبولرو وصفه غسل صفات بالتقوى هبورة سنوجي صفات الخزبولرو تقي وشيوجو سنج تقوى حلت إذا ولا شيوجو الله سبحانه الحين قال شيوجو الأبرة صفات يسول خزبولرو مخ مخال سنج زمان الله سن سوسو منه بوجي عيب بوجي جو غصص كوني الأبون أمر هبرجو توني الأمن سوسو نهي هبرجو هبون الأمن سوسو هسو تقوى أبرا سبت خوزة بولارو كما دل عليه
هذه طريقة الهول عادين نظم سياق سياق آيات عمير شنو جي آيات ال سنجي زوب هتشين شنو نظمه وعدة للمتقين أو رسول آيات وعدة خلدو عزنا خا قاچ اموگی حضور موگی للمتقين الله اساسا حين قال عدم زي الا ان قال ابو ربك الشوز عن خابي يلدي في وسفهم المتقين زي ابو رسبت صوت والذين هل عدم الا خطوب الجنجدي حضور رل اذا فعلوا جلس فاحشه سوق بي حجو حبنا مخل هل المتقين لوگو سنگي ازي حضور موگ الجنجي قد جوت لي ابو لي بوگو المتقين زي بوگ صفات صوت جدس نغ حبناني سوق بي حسر قسم موگ عمل او گی ظلمو انفسهم جدرگو نفس الله ظلم حبونانی ای عیب الده منحل ده سنگی کنانی ذکرو الله جدرس الله رخصال چای ابون هل سنگی هوایت الله رسوخ متقین الابو رسومو گیب تقوی الله تنتید امرو هاو موگونی گی هب تقوی الله سپت جنس کورا چی وگونی گی هب سوسو عیب منحل ده کلا کلیو این آیت از باید بیچو نبوگو شگور اسو متقین نزی بوگی سپت اسو حق اسو خالی بوگو شبیل ابون جدوز سنسنگ تخلي كناني مناه كناني فحشة لمجيب قبي حسروق عمل كناني نفس الله زون وحبي كناني جدوز الله رحصولي اي تابو حبو للخا الله كيراك اللي الله سنحن قول الله رحصولي شنو جشعي ابو رب فالذي يسلي علو امر او رقس امر حبونا صلى الله عليه وسلم فالذا امر بأن يفعل العبد لغس حبيل ابون ما هجو يمحو به جين سباد سنب ما هجو فرد امین اساسان سنگی ارچانت اساسان سنگی عرقت لا این کارف شما گجو اساس کارف تفرید ارچانت لی خا عرقت لا این شال الله عرقبا خی کلا تفرد اساس کارف شما گه تفرید ارچانت لی کارف شما گجو بعد سنه جو هبی امون اورس امر هبونا سنگی شبیل اورا و اتبع سیئتا کشلی من عیب ال دخدو کذبه الحسنه تلیک ابجو ای توبه خ کذبه تمحو هاش تو بعد سنه تمحوها كما قال الله تعالى الله سأبرع عدي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات تلك العملات يذهبن نقئين رولا السيئة كش العملات أي فلا تعجزن ورم عجز لك أيها الإنسان لها وعدا إذا صدرت منك دودة بها رمي خلدا سيئة سكش بجو أن تتبع دوس نقبت لنبيزي هاهب كشلي يلدى بحسنة تلكلي أي تاو نقبت لنبيزي من سعجيس لنجي إذا فردت من كغولي فردت فاتولا سددت به الله فردت الله سنجي سوك أرشانت لكارمة حتى الأوراق فردت النسخة مقز كده سنجي شیب خوب سنجی سمنه عیب کردم خدا خدوت لیک عمل که زبیزه من عجیس لگی آب نخا می نحی صلات یا کاک او سیمی نگی کال او گی ذکن تو ذکری شیب تن لیک عمل که زب خدو فی الحدیث حدیث الله بگو کنتو جالس دون عدود چنوک آن عند رسول الله الله سر رسول الله سأسکو صلی الله علیه و سلم فجاءه اسو قواج آن راجل سوچی فقال دوس آمنا یا رسول الله یا الله سر رسول اینی أصبت دون أدي كنا حداً حدل دي كنا أي ديدت أدي حد كان الأول جوخة أصبت حداً حدل دي شونا دون حد جوز كنا ديدا فأقيم عليه بديدة جزا بحد أبن الله فأعرض أورا عنه إساسا نوسنا بلا يجعو سوق رعي جي خل هبونا ثم سنجي كرر ذلك دو چيز دو جوك تكرر هبونا ميران چان سلقو عمير سلق تكرر هبونا وهو أورا جيوغي حال سنجي يعرض عن إساسا نقصنه فقال سنجي غوتشيس امنا خير الدق يا رسول الله يا الله سر رسول انه شان اتتني دي قياج انا هني باين هولي وسخه امراه اجنبيه تشير عدن ياج انا تشتري مني دي قبوس زي تمر تشمستك بوس زي ياج انا فادخلت البيت دي سدو رقي تلوهنا ينا رقوب قلت تشمستك امخا فاسبت من دي سيل ده سمبوسنا ما يصيب الرجل من امراته تشيس تشوجو ده سبوس لشنا جبوسنا غير أن كني جديد سلام وجميعها يطلقون سكين سوليها بيجوا. كل من حد إذا ما قلت سنجد سوليها بيج إلى خارج إلى بيج إلى. فقال الله رسول الله الله سر رسول استأبنا صلى الله عليه وسلم توضأ ككشوري وضوءا حسنا ليك أبيرتنا ككشوري فتوضأ شورا ندوس وصلى ككبانا مع النبي أورجون صلى الله عليه وسلم فاتسنجي هذا سخادو هانجي ليشت أنا نزل قوله تعالى الله سر راعي بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة دوسا كاكا راي
طرفي نهار قويت لك يا بقول حلال دا رادلك قصي خا وزلف من الليل السردين سبوت أيل دقي بقول دقي رهالت كخا إن الحسنات هي الشيك العمل أي كاكاز يذهن أسا إن رولا السيئة كش العمل ذلك يبجو ذكرى وعزبوغو للذاكرين وعزبو صلى الله عليه وعزبو غهيب هدين آيات ليش أنا أي عظة لمن اتعاذ وعزبو صلى الله وعزبو غهيب فقال سنج ما عذت سأمغو يا رسول الله يا الله رسول هذا هاب حكمه له هذا الشيء يسيشل بغيب خاصة خاصكو أم للناس عامة عمكو عدم زيشل بغيب فقال سنج أورغس أونا بال غريل للناس عدم زيبوغيل عامةً عامقو كنزي قبو قيل أونا أورغس انتهت لنا من فتح المبين لسا ملخصاً قوق هبون وبالمعنى معنى يلدتلونجي من الحديث الثامن عشرة لو فتح المبين لسا مثل الحديث لسا فرجو إن والله نسيالك إغلان أنت لهم يلد إن أردت البست الزائدة تسيك أرعت إحلي دوي بطل متني وعلم دو دلحاي أن ما هيجو يدولو جنسة أريد إلها بوليب على جواز الذكر ذكري بيه يلدي هاوش نرجو ها تيم بوتل نتلر سينج بوت نرجو ست طريقة مثل ما شيء غزباز بوتل بوتل رسا شيء ذكر مثل شيء أورد المثل لذلك الذكر شيء البوك أنيب سينج عسيت لبوجي منه بوجي لجي سينج ريبة حلت لجي أولر شر كاكل تولي جي شعاز رات رات المثل جو شيء طريقة بوك أني أورد أذ بوجي كسي بوجا هنجي وعلن دولا شيء لخ أن ما يدل على جواز الذكر ذكر حابز به سروج الدليل الديت أريد الهبل جو سينج لكل واحد من المؤمنين كنا نجي بطل الشيء المؤمن زبزول ذكر حبيزة به يتلت أريد إله بولجال صالحا تلك أوك أدو مؤمن شيء وطالحا كش أوك سنجي كثي رون عمير لغو دليل أريد إله بولجال مجو تلك أسكي كش أسكي مؤمن زبز سنجي ذكر حبيزة به يتلت إله بولجال كثير رون عمير بغو في الكتب الأخذ ده والمشايخ ومشايخ زبي هم هل الأطيب وتختر زبي كولا يعالجون هذا السنجلة تابولا قجالا المرضى أنتر الشعب الأمراض المعنوية جانس الروحية المعنوية الأنتبز أنتر الشعب قجالا هز كين بأدوية الأذكار الواردة سنج ذكر بمثلون سنج بأدوية الأذكار ذكر بزول درمان الظلون ذكر بزول درويل الواردة الأجرال من سيد البشر عليه السلام جند السلام سيجي سنجي خلق أصل السيد أورج أساسا رجل أصلون ذكر بزو درب أصلون معنوي الأنت بقاج الله ما شيخ زباز كما قال أورج أبو عدن صلى الله عليه وسلم ذكر الله الله رخصي شفاء القلوب رك أزي درما مقو أون أورج أسكي أبو عدن أخرجه تخرج هون الديلميس في الفردوس أورد أخذ عن أنس أنس دسن رضي الله تعالى عنه والقول بعدم جواز سنجي ذكر بهولر الأورس المقراعي إنزها والقول راعي بعدم جواز إنزال الدواء دارو ريش إنزال بهولر الأورس راعي على موضع دون ترباك ألدا دارو إنزال بزي ريش إنزال بهولر الأورس راعي مما لا يقبله عقل عقل يشيب قبولها بولر الدسان كولا ولا ناقل علم يشيب قبولها بولر الدسان كولا ولا يشترط شرط سلارو في مقام الاتباع له عليه السلام أورغ سنقيت لنا سلباك ألدا شرط هيجو عدم الوقوع كونغورت في المعصية عسيح لمنهل ده تون سن أورغ سنقيت لنا تشيوغي الأبون سن ما شيخ زبد مرحل رجو حبولي تشيوغي الأبون رب أبي خانجي أورغ سنقيت لنا سلباك ألدا شرط هيجو سنجي عسيح لكونغورت أبرجو شرط هيجو عسيح لكانيش دون اتباع خل أبرجو هيجو وإنما شرط شرط بغشيب عدم الإسرار كارب عسيت لات أدى إمكن قد هبال شرط كذا يدمغ في كتاب الجواهر والدرر اللي شعر نسول راجعون الدوسة في هاغب مير الله ولا يخفى بصر سولارو هل يجب أن يخفى بصر سولارو أن مرتكب المعاصي عسيت بدارك أرسلنو جيشي الهارول جيشي أحوج تسيكون حاجته وك إن بسكو يبهجو حاجة الله يتسيكون حاجته وكو من غيره هيدين عسيح لبدريك ونريس هساقي سند حاجته وكو إلى تكثير الخيرات سيك أجل تسيكون هاريز حاجته وكو وزيادة المكافرة دون منهل تشورو لجال تسيك نريزيكي حاجته وكو تسيكون من الأذكار الشال كل دون منهل تشوري زارو لجال من الأذكار ذكر بي والأوراد ويردال وغير ذلك بقريب من أنواع تأعتبات إبات إرسلو جيت أعتال فلعل بوك نبيه الله ميزان حسناته هي سلسنجي لك العمل زل صادره
يرجحوا سنجي بير هنا بول الشموك إن بيه الله بير هون الشون فات سنجي يفلحوا هسي كرشل وتيز بير هنتل شو زجي بيه الله هو كش كشلي هبول هبول وق أنا نيجي زادنو شيك أجل جس يكون هارولي هارولي روجي عن مخلدا سنجي سؤال سؤال شورن سؤال سؤال شورن سنجي كيف قد صادر هذا عمل الصورة مخلدا دوبجي هالجي هسي سنجي يرجحوا شيك أرا قصل صادر وبير هنا بيه الله فيفلحوا دوس بير هنتل شو زجي بيه الله فلاحا بهن سيرخا لا شقاوة تلحق هجب ولا خسران تشبق خطي هجب بعده إلا سخدو. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة كلها ذرة لأوش كل سنجي باقر عدل وطلبي كل سنجي تشورك سنجي دو ذرخا هبجو يسل باقسي بوغي عملها بروشي خيرا سلسي كليسل يراه استهبه كيزي بوغو يارو استبي خيزي بوغو هدان جوغي استهبه خط إزيجو الآية ولقد سمعت ديدارا وقل أولي حسن ديدارا عنا شيخ نجير وشيخ ذال جنحين ذال جنحين سنجي عبد الرحمن حجي يوخا هيوك الله سنجي بات إنجي زهيرجي جندير سنجي شالدي شارو الأولي جوخا هجي قدس سير يسولو حدس دهبيجي يقول واس أبوليو مقتبسا بوسون من قولة الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يجي جاء بالحسنة تلك أعمال دخلون واج أراو فالله يسبك إني بقو عشر أمثال دو غو صحابور تلك أعمال الدرية شرب أنسك بك إني بقو إسي الآية إن من يجي دي لخا ذكر الله تعالى رخصروا 5000 مرة شو أزر قنو خال وهو هب أقل ورد من له شيخون شيخو جت شيسو بيشون غرطلي مينيموم بيشون ده ورد كله شو أزر جنو خالص لسنج على رخصي فالله يسيبوك أنا 50,000 حسنة كي غلانس أزر قلت لك ليبوك أنا بقنا رش خالصين سويل دا هبور الدرس هلا أنس قاس قرمة خال أنس يطلع ورا لك ليبوك أنا فمن يشيل ذلك الله تعالى على رخصه وبذلك العدد هذا بريك إناش شو أزر طول في كل شيء وقيل دا فاتسنجي سيفرحنا قو خزيوغو يوم القيمة قيمة القيل دا إذا وجد جند باتر مخلدا تلك الحسنة هدر تلبي في صحيفة جنغو كعمل قرى كاختدا باتر مخلدا وخزيوغو هو ومن يشي ليس له جند شيخ شيخ اتشي يسو دا لا يتيقو كولارو على ذلك عدد أذكر الهريزي كولارو شيخ اتشي يسو جاقا هبون نجم تير طولا جاقا تليجو الله سنجم تير ورش الله جاقا سابراو الله متير سنجي كحاس الله حليك حاس الله سنجي شيخ كويت اتشي يسو كولارو انتها قلت للسابل الله والله أعلم الله شليوغو إن ذكر القلب لك الذكر يضاعف هب جيت أدي تسيكونا على ذكر سن ما تسأل ذكر يولد سجي تسيكونا تأدي كم سل تسيكونا بس 70 ضعفا تقول أن سل تسيكونا تسيكونا كما ورد بجأة عادي في الحديث الثالدة تو أمون أخذ سؤال لك لابورة لنوغي تشدو آيات الأول اللي بوغي شبه الأمون إس هابورة لدريه شرب أن سكو خاضي بوغي إسي هس أولي بوغي هنجي لك الذكر وخا هنجي تسيكونا كمي دي تقول أن تسيكونا حديث الله بجأة عادين فحسب حدود سريك إيب إلا أن يرتقي ثوائلو كيري كيب شوزن بخوني والي ريك إيه واشكر شكر جابي أولا كدور بيت إرهنسي واسأل من الله أساس القبول قبول هبي لنجي هاري بلا حلو محروم هبو جيل أون هاري إنه الله هو الجواد سخوته الوحاب جنس جوج أبوغو طليوغو فها عينك أنا دوني أخي ديروات أويت دي سلكا دوي سوق أنا في هذا الباب الدخا هفصل الدخا هب نتجنو جا قبل سنجو الدخا عدة منافع مير المفاعة السوق أنا فعليك دو ست أجهبي الاستغفار أستغفر الله الدخا لهذا المنهجري أبو نهاري الدخا أجهبي لهذا المذنب الخاطئ جيو منهال هارولو خاطئ لك كارل نجي دي منهجري أبو دوسا سنجي دودة أصلبوك على السفر هبزي منها الهارو اللي خطأت لها برات نجيني منها الشوري أبن هاريزي دودة أبوكو واصلن قولي سيبي سرال ده خورخينا بالأشكال واصلن في بيان رفق المشايخ مشايخ زبازول قرحيل لسول بيان ومولات أفاتين إزول سنجي تقلن سي راعي تقلن هبي للضعفاء المريدين زعيفة تنوغي مريد زباز ده ومسامحتهم هي الزعيفة المريد زباز دوز بيتشابق انتهابيجي لمن مشيخ زباز بيتشابق انتهابيجي لمن هزي لا يقدر من إزول كولاريزي على عمل العزيمة عزيمة تصل عزيمة تلد عمل هبيزي كولاريزي عزيمة كولاغا شرع داري قميشون قاكرة بيشون شولية بيشون محكانة تنوغي عمل كوي روح زباز داري كنش أغوخا عزيمة الله عمله بزك أولارزه دوز سنجي هبول مسمح بيتشبه قنته هبي قال في الحديق الوردي الدا أبونا في هاغه ميرالدا
العمل بالعزيمة شرط بيشون شن قطر الشولي الدا عمل هبي في هذا الزمن هذا الزمن الدا صعب زحمة بوجو شه زحمة بوجو لفساد المعاملات عدم ظهور طبق إن حالت إن عمل سنجي فساد خرابك إن شعلو وعدم إمكان تطبيقها هي معاملة هبل حقق له حالت أو لحالت عمل سنجي قومك إن رسيج أشياء سنجي علو على قواعد الشريعة الشريعة تشوفها ولا بس ده شرع شوف حراوي لازدا سنجي قاعدة بازدا ريقون هيج أرسي أشي علو سنجي خلق دورت حالت أولو شموك عمال خبازر أشبوك أنيجي دارم أشبوك أنيجي سنجي زود سيخ أشبوك أنيجي سفر مفر أشبوك أنيجي خا معامل فساد بوك إن أشي علو سنجي شرع لدى جون قوت أرى محكنا بتلوش أو عمال هبون شئيزي عزيمة كويزي شئيزي زمحات بوكو فالأخذ بظاهرة فتوى سنجي فتوى يتلو ظاهر كوي ما عشتنا بالبدعة بدعة على سريك أشيقون غنيمة يجب قد الله عزيمة كويزة ليس يجون شيء هبيل أبراج كرانجي فتوية لزاهر نجي كوي فتوية كل حسن زاهر شرع بيشن طولجو بيشن طولجو فتوية طولجو زاهر الدريق فتوية طولجو سنجي هب نجي كوي سنجي زاهر الفتوى هب بدعة سريك أشيقون صدق هبجو قد الله بقو انت هتوعنا ومثل هذا الرجل يقول في النفائس السانحة أورد أخدا فرجل من إلدي والله فيها غاب مرلد من هامشي الرشاحة تشل هامشي الدرع الدا وفي المتميت أورد أخدا بقو هغاب مرلد اللي القطب أحمد ضي الدين الكمشخاني وسجيبوك وخقود سسيره نشيد وبقى وإن لم يمكن العمل بالعزيمة عزيمة تلد عملها بزي إمكان ريسيجوني جي كين بأن يكون من أهل التجارة تجيو دارم وزارة أهل ويلسة تشيوكون أو الحرفة مخشل فيشا حلط يسلو خروقان ويتلاروقان خروقان أخيقان وكمخا حرفة مخشل حلط يسلو أهل ويلسة تشيوكون أو الخدمة يجي سنجي قلق حلط إهابو يسلو نجي حلط وخانوكون أو الزراعة سنجي خروقان تليسلو تشيوكون أو صاحبي عيالي شمال قزانة زبت إلان تشيوكون بقولي كل شهر على درجة قرا عزيمتك يكون قلق إن شاء الله قط إذا ليس هجنا نخودنا هادين العلة بعذر بروكون فهل يعمل إيش يسحلت إهابه برخصة رخصة الله شن حلت إهابه بيشان تورا سنجي ريس تورا سنجي تيرين أبغي سنجي ضعيف أبغي سنجي رخصة يلدا عملها بليس أنت هتلوعنا وهكذا دين بقول في الخادم يلدا والآداب المرضية أدا المرضية الله جبوجو للشيخ جمال الدين الغموق يسبوج قدس سير سر حفظ ذهبيجي وقال الخاني أبنا في البهجة الثانية تلدا ينبغي للشيخ الشيخ سري قولا أن يرفق بالضعفاء طريق الشل زعيف الشل عدم زريف قل حلها بزي فإذا رأى الشيخ الشيخ سري بكر ميخل في باط المريد مريد استجانب ضعفا سو زعيف لبكر ميخل دا لا يقدرك ولا ربخ على عمل عزيمة تلدا عملها بزي قوك عرف شوليا سنجي كونش ازي قولاري زعيف لبي كرمي خالدا ومخالفة نفس سالد دان دي وقنجي قولاري هيدين سنجي زعيف لبي كرمي خالدا وترك المألوفات رهون شراجل تيزيجي قولاري فسنجي يسامحه شيخ حسيب چي يسولقون هيدين سنجي زعيفة چي يسولقون بشبه قنطي المسامحة بحليلة نسا بادي قال ديج قولارو انجي تاويلاري لغو تلي لغو سنجي ولا يردوه ينسى إيجي وشقلرو عن طريق الدسان ولا سنجي يثبت ينسى إيجي إزويلرو رقم شقواتي تلحق إن الصباحي قصنا الصل علمتها على جنس ندوال دهيب إيجي ألارو جزا بيلارو هيب خصوصا نمر إيجي ألارو سنجي وتلحق على قصر تشيل أوراجو إيجي ألارو خصوصا سنجي علمت لاري لخا بيركة ألاري لخا سجاق نتلاش ألي عدين خا سو ميقا تقلت لنا شيء خاني سو ميجش ترى شيء خاني سو ميقا قندر شيء خاني تلعول سو سوطل رش سوطل علامات شو أزخة هنجي غادينا سنجي زعيف وشيوك أنا سنجي أول الدوغو سنجي منا حسيت لي العمر أمغو سنجي شارع سو بيشيل هاي هجو هنجي أول الدوغو سنو جش أسك ولا رش سو سنجي بطل شنوك إنها هي عزيمة كل الدين بطل طن حالتي هيدنا عزيمة كوزك ولا زعيف وشيو خاناني شيخ حسب از کلا رفق گورحل حب از کلا مسمح حب چه بخنت حب از کلا بعد کال چون قصاسنگی نمرال چون سنگ تلحق ان تو گی قسن تو گی نمرال گی چون بیر کبی گی چون او انجی تویلریل شل لانه من لانه شان من چی جلس معه
سنجي شيخ كون جين سجولو سعودوش إهابورو بسيد إليت أخلي الله سون اعتقاد الله سون خواه وصفيرات أخلي الله سون لا يكون يجي شاقين تليق الله سون وكونارو إن كارال داقي سنجي غستيخون خارب اعتقاد هيتش سنخي غوشي سون عودوش إهابونا نكيان عسي إخلي الله منهال دارو سواد حالتو لشوك أنجي شاقية سون وكونارو إن لم يتحصل بمقام الكمالي هسي شجعنا نيجي خا كاملة شعزو مقام شجعنا نيجي فهم هل مشايخ زبيخة قوم عدم لغو لا يشقى بهم جلودة تليح قرى سنوكونار الجليس جلغون ساد عدوش على شي تليح قرى سنوكونار الشعيرو هل سيرون إزو باركا شجع خطولار الأول جوخة سنجي صدقو يلسون يتقال سنوكي راس واجعنو سنقه فينبغي للقول أن يأمرهم جن سيدين رجع لزعيفة الشعاز دي أمرها بزي برخصة رخصة الله أمرها بزي هيدين علي الأمخة فاتن يمنعهم يناقش الله من الرياضة الشاقة زحمات بشرك في غيالة سواسر لقي روش أدو سأقوم قصالة قلت لجوجي من رادت لقي وقها سنجي روي للدي إشتا ويرد لقي ترزري أبو رجال هيدين الثموك جو هيف زحمات ورياضة لسنسنجي هو هوق إلا حتى لا ينفرد أوليج أقوك إنه من صحبة السعادة تليح بقل شعازو هنو وقت يالا سنتلوتيج أقوك إنه فاتسنجي يجل جنس إسول قن جلوس عدود شهابيلا باللطفة إرين ليالا سلون والكرم السخوة ليالا سلون خيرا ليالا سلون أدب الله سلون الأول جخا فبصحبتهم إزول قن هالمغسياس وكثرة المخالطة بهم معهم هل قن عمر جوا غواياس يتأثر وسيأثر شولا وتقوى الشولا شولا همة وصول قسك الشولا شولا وبحكم المناسبة والمجالسة تصدخت إيه الله سنجي سوسادري قنرك إن حكم الله سنجي تحصل الشولة إسي المحبة رتلق الشولة و دا عي سنجي وبحكم المناسبة والمجالسة تحصل له المحبة والدواعي أو نجي وابوغي أطلو يخا شاه بقول أولي، وبحكم المناسبة والمجالسة تحصل له اسم حشلة والدواعي قولي، لها الدواعي، الدواعي، أوه، كيف سبيس بقى؟ مين؟ كيف سبيس بقى؟ دواعي جوني، وين؟ دو ما تلي خلوا أنا بسخو، الدواعي بقى خلاص الدواعي بتلاقيه، الدواعي. هنجي داعي أمتنخ هنجي هس أولي خا هنجي وبحكم المناسبة خا غوصو سالد يتسريقونك نسو حكم يالله سون ومجد صدقونك نسو حكم يالله سون تحصل الشول الله هو يدين واجعر شيئس خا صدق يالله سون ريت أخيان اعتقال سون سيخزو واجعر سون شيئس الشول شيب على محاوط روت الشول وصي بوكي جونيك خا يريقونك أنا سنجي صدقك أنا هشيئس محاوط روت الشول وداعي تحمل المشقة زحمة باتشي يسول باتشي الله أبو لجو داعي كل دول دي أحو لجو قشولة زحمة لاني قخا زحمة باتشي أحو لجو قشولة ورياضة تشرق كويغي باتشي أحو لجو قشولة يسي والمجاهدة تسين مجاهدة لدي سين تشرق كويغي لدي هيسو زحمة باتشي لدي أحو لجو قشي شولة فاسين يرتقي ويخدي واخونا من حضيذ الرخصة تو بها شبازول سنجي رخصة العدوسا أخدسا إلى ذرة العزيمة شربات لتشيء العزيمة تلو بيش مرخة لدوا خونه هيو ده كون هروت لقي تلونا سنجي زحمت كي بات شولا سنجي مجاهد رياضة كي حيخولا قولي فيرتقي لها داعي تحمل شقة ورياضة والمجاهدة فيرتقي واخونا من حضيض الرخصة الرخصة يسل نخط يسل أخدسا إلى ذروة العزيمة سنجي الشلاش يسل برخة لدي واخونا ويحمل ويسكي بات شلا جميع المشاق كنا نجي زحمة لبيجي إسرات شلا وجاء رجل سوشي واجنوغو من أبناء الملوك خانزة وزول حمال زول إلى شيخ سوشي خاسوق واجنوغو وخرج سنجي من جميع المال هيوغي قطيوة قنوغو توموغو اسخا كينو نيجي جيبوغشينا مال بوطسو دسان قطيوة قنوغو والا سوابي سنجي دو بوطس مال شوزا ولي سوابازا نيخا كوليا كينو نيجي سوابا دسان قطيوة قنوغو مارات واحدة سنت اغو سنت واج اراغو خا سنجي هاولي بوك ارادارم جيتون بازار جيتون سنجي زاود فاوريك واتن ايو جيتون خا كينو نيجي بوطس مال شلوغشينا سوابال جيتون سنجي جونوغو واج اناخيغو فات سنجي تفرس شيخ وشيخ صدر خنوغو
بفراسة جنيت سنجي جاني سب الحي كله فراسة أول صدور لها هلا شلون حالة ودسول حالة ده سنجي صدور لها أم قاسها أي قصة جاني سر قال يخونك دول فتفرس شيخه بفراسة حاله دسول حالة ده سنجي صدور لها كانت أن أول جها تفرس دسول حال بيخ كان شيخ هذا فبحسب الأوقات زمان حسب الله سنجي فبحسب الأوقات زمان يكون لأول جوخا بحسب الأوقات زمان يكون زمان زمان بلاهم خا زمان أصل حسب الله يحضر جنس بات إن أولي بك أنا يحضر له دو خانس واسس أطعام أطعام إن أولي بك أنا لذي لزات أطعام هو سنجي إن صور وهم سنوك أرجوخا ميخم خلدا سنجي دو سيغودين أطعام إن أولي بك أنا ويقول الشيخ الشيخ حسكي أولي بك أنا تربيته حصل تربية عيخة حصل ريجين كانت بالنعمة نعمة الله تلمك أروق الهو أبون ميخ من خب اللهون زمان حصة بلد غسي سنجا لزاتة عمل قراج نرولك أنا شيخ حس غسي أبو اللي قبوك أنا غو نعمة الله عورة تشوق الهو وتأنس بها وتأنس بها تربيته حصل كانت بالنعمة سنجي وتأنس بها تأنس شيء أولى يا تأنس فلا بد من الرفق به تربية سو تربية كانت بك أنا بنعمة الله مك أنا وصل عيخة خيخي تربية نعمة الله مك الأول بك أنا وتأنس بها وتأنس بها يا بنعمة الله ويأنس بها يقربه أسوقر شو يقول دو واسا سوها يأنس رك يقول بها نعمة الله أمها تيش نجيب الله يقولي يا أنسة بخارك غي يأنسو أنسة سنجي تأنسو سنجي فلابو دريس سجل من الرفق به استيس رفق وقر حلابيش وريس سجل سنجي نعمة تلدى بوغل أسول تربية خيخي سنجي إلدى بوغل أسول ريك الغيق الأبون وسميخا خباتش سنجي لازات تلت عمط للوك أنا شيخس لغا تربية كانت بنعمتي ويأنس بها تربية كان بالنعمة تربية توسو تربية كانت بك أنا بنعمة وصلن أبو نطلب بك أنا وصل شيخ حزول لذات أطعام و تربية كانت بك أنا بنعمة وتأنس بها أشي لو يقول يعني سو شعب جه يعني سو غصو وسا سو خا يعني سو لك غلب يعني ما تل دامون يعني ما تل حياة فلا بد سنجد سجل من رفق بي استقر حل رحمة بيج ولا سجل وغدين خي كل بك نغو ولا ينبغي لقولارو المانع هوق إزي من حذو ذات نفس نفس سلرو جبوت أبدا سنهوق إزي جري قولارو ونفسه لبوت له سنجي اسلم الغنوك ان خزن غنوك ان كنت اخنوك ان سنجي سوغي سوغي حلال اسلم جال غنوك نفسه لكل حظ او لكل ناس لبوت له جال خا نفسه لبوت له جال ده سنجي حق له نق قال له قال له ان جزه من الحلال حلال اسلم نفسه لبوت له جو حتى تحصل اس شيء بك ان اروت بوت لي خول الى المجاهدات نفس ده غزوه تبيل ده ومخالفه نفس نفس ده وقنل ده سنجي رغبه خول وصحه حصول لزعن سنجي حلال سنجي نفس اللي بوت ابو جيب بوت له لسمو جيو الله سنجي حق له نقج اولارو انت وفي يا تانسي يا ها تانسي بيو سنقا هنجي وفي القلائد الجواهر الدبوغو في اغه ميرالدا وترسيح الجواهر الدقيب هذا هو ميرالدا شبوك نظير ما مر سبي أرال دري شرب فراجه من أخذك والله وفي المتممة أبرد أخذ بوك هذا هو ميرالدا وقيل أبنا متى رأيت المريد دود مريد ويخر ميخال يشتغل يجو مشغول ووس بروخص بهات حلبة دي أو يجي بالكسب حالت في شيل دي فعلم دود الحي أنه لا يجيء من شيء سوخ الشبعك جبه تشنغوت الحي يدين أني لا يسول سنجي بهالشين جوجي هبونني وطلقت إجوا مطلق وقهن رخصة بدقيك أنني سنجي حالتي كسب بدقي وصلني
هيوشي يستسجوبة تشون لك للحي. وأما عند نقشمندية نقشمندية أسكو الأبناني بعد الحضور تشيسي حضور بك أنتون خادو لا يزور حالت إيالكي روح سبازك الشبعك جو حبو الله ليلة أبنى الله تعنس بهاي تعنس أموكي تعنس أنا سبوق. يا أخي زاوية أول خا أنا سبي نخبوكي مخشوكي. بي نخبوكي مخل. هلا خا تسينجي متامية تلدقي أول بو خاتشي أستاذ سوخي أون خادو مريد كون خادو حالت إذا جيت له أنا نخا لين جو غوت بو كار حالت تسينجي حلال شمو جا رخصة بدلك إنجي مشروط لي له أنا ني هسه جو كولاريت لي حيل أمنا خا. اما نقشمان دیزی لخات چیه سه حضور و چون تون خدو سینگه لیا دور زراح بولار و کسب ویل که هیدنگ رو خصا بزگی وفی ترسیح الجواهی دلده بگو فی ها غفمی دلده ایضا ما حاصل و حاصل ها بگو جو این المشایخ مشایخ زبی مأمورون امر و حبور اللوگو باستعمالة قلوب الناس باستعمالة قلوب الناس عدم زراك الهيت إذا الله بي أبن أمره هورا تشعلوكو عدم زراك كين نجود هيت أولي والي بيكون يدين هيت إذا الله بي أبن أمره هورا لوكو ولو قلب كافر كافر تشي زراك باتاني جسين وأما الأمر بإهانة الكافر كافر تشي إنجيت هوي أبرو أمرو والعاسي عسيت هبرو تشي إنجيت هوي المجاهد عسيت لزهير هبو لبيكي زاو لراعي زاو ل چی هدین اینجی تهوی امر رسول مگه امر رو قرآن حدیث رسول شرع رسول امر رو فهو هب فی حق غیر المرشد مرشد گوری چی سو حق از بچه رو بگو ولذا یخی علا قال سیدنا عبدالقادر مثل سید عبدالقادر سابنا لا يضحكو فی وجه الفاسق غیر العارف سنگی فاسق چی سو حرمت دی ویخلی زهیچ او عارف گوری چی ویخلی زهیچ او ابنا دوست عارف خال سنگی مرشد زبی سنگی يضحك في وجهه هو عارفه شيء هسه هما ده فسقه سه هما ده ويش زوجه ليتألفه ويخلصه جنس دو جن دو رهن هويزه ويجنس دو قصر هويزه مفيس إسوا فسق ليال دسا فسق ليال ده رزق لنقول لا أوجي ويش زوجه هو ويش زوجه فيس قصوات هويزه قصر هويزه جن دو جنس دو كوتس زه خدو رهن هويزه وهاللي استنقذه سنجي ولي يستنقذ سيوجي قصر هويزة من يد الشيطان الله قدس قصر هويزة وكنه شلي أنه يعرف وشي طبيب تخترقه والطبيب تختر اسكي يسبر صبر هبولا على صحبة المرضى وانت رتش عزر قن هالمصلي على صبر هبولا تختر اس وفي المينون الدبوغو لا ينبغي لقلر إلا أن يتواضع جنسة حيلي هبزة للعساة عسيت لمن هبولي تشعزة إلا الدعاة الله سبحانه وتعالى دعوات هبول الشعز قروناني دين الشيء أحول الدعوات شعز قروناني عسيت لهبول الشعز سنجي تواضع سنجي حيلي حبيزي هيتشو وفي الباجة تلبوغو ويقدم الشيخ شيخس بعد الاستخارة استخارة هابون سنجي تؤسب هبيل الشيب تعليم توتي تابو مثلي هيجي ويقدم الشيخ بعد الاستخارة تعليم التوبة تابو مثل هبيلة أتسبه استخارة بالأرجاء كل خاب مريد مريد لن قبول هوليش تيليش أبون راك الدهي قيخا استخارة سخادو تتسبه استمثل ذا كل جو بقو تابو ويكتفي عي هبيلة فيها بتابو يتلتكي بالإجمال تأسما ساقو عي هبيلة من غير تفصيل الذنوب مناهز البيان هبي هيج أقو والمعاسي عسي سبازو قيسين تفصيل بيان هبي هيج أقو تأسما ساقو هبيلة مجمل قو أبسي حال التيلة سنجي تابو هبيجي فإن الهمم نية القصدل في هذا زمن هذا زمن الدا قاصرة قلقو شال دي شرال سنجي كاميل الهمت قاربوغي شعي هج إلا عنجيخا همم كل تشيسو لكتلوغي نية قار خوصول هبوغو قاصرة قلقو شال دي شج إبخا وتكليفو تأدقي بالتفصيل بيان هبون يقتذلت الله هبولا مدة زمنت الله هبولا هش تفصيل هذا شو شيء جد أبقى إذا كان يحل زمن قرعون إلا يقتضي سنجي تفصيله سنجي مدة زمن الله والله فالأولى رقارة جو بقول شيء إهمال ذلك هي بسنجي قارج أو مهمل قد أسمى سقو تزه إلى مرور الأيام تقوى الإنعان زمن سنجي ما تلزع عن تلي لغو قال العبد الراجي
رحم الله إفلاس إسوق خلق أصلي الدا الله كور حجي أول يبغى العبد الله غص الراجي الله سخ الله خل بوجي حسون خل بوجي العبد الراجي ها الله سخ خل بوجي خا رحم الله الله كور حجي إفلاس إسوق خلق أصلي كدوجو هيك أصلي كل إفلاس شو غص أول يبغى جنت أول يجوا أصل الله خا إن لي شيخ الكرام خيري لسنو قل شيخ زبزيم قدست أسرارهم إذا روح حرات الهريجي في هذا الأمر هاب إيش تلوت خا هاب دعوة تلوت إيش شد تلوت اقتداء نقري تلمبوغو إزول برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت سنجي تشيح علو أن المبايعين قد إقيهبوا لتشعي أورغ سلقون أرادوا يزي بطلن بطلنا المبايعة تلو أورغ سلق قد إقيهبي زي بطلنا سنجي على أربع صلوات أمقوكا كالا قد إقيهبي زي قد نجد الخا سنجي جنة روحال دي وقت ذك أولار سنجي جنة أمقوكا كالا قد إقيهبي لاري الأمراج أنا أويجي على أقل من ذي إلدا سيدا حالا قد إقيهبي لاري الأمراج أنا فبايعه أورغ سلقون هيدنا شعوزوكي مبايع قد إقيهبونا على ذلك عددين غوز سنجي راج عرب حلال دا قد إقيهبونا وقال أبي زيجي أبونا الصلاة لا تتركو سنجي كاك تولجو بكونار الأمخة فكذلك عددين غروغو الشيخ وشيخ زبي هلغي يقنعونا عولا إزي عنش أولا هل في بداية الأمر سنجي دعوة تسلو الأمر يحلو بابي خدا بالإجمال سنجي تأسمسا غوتي مجمل غوتي من التوتي توبو اعتمادا مغجان منهم إز على أن النور الإلهية إلهية من نور بك إن الدي إذا تمكن الشلاش رمي خلدا من قلب يسولك إتل يا أبا سنجي نخج أي هل أن يكون بك إن كل حركة شبا برغاري وسكنة شيء منه إسول إلا بالله سهلا قرغو بكون قد إزي سبحانه وتعالى راس سنجي أولا دا سنجي تأسما سنجي تولي بوغو مجمل غوغي تولي بوغو مسامحة هابولي بوغو سنجي جاني محكان لزي عن تولي قروغو هانجي جاني محكان سرمي خالده إسول إكتل دور دينا بسنجي إلهي منور هانجي يأبا هيب داندج أولا نقج أولا هيب أن يكون كل حركة وسكنة منه هيدنا مريد سوى غاريجي تشيجي بوكيني الله أستطلن قروناني بوكونا رئيسورة غاريجي تشيجي الله أستطلن قروغو تليك أن يتعطلن قروغو سبحانه وتعالى ثم سنجي هانجي خادو هيد سنجي الله رسول نور جانب تمكن محكان شر الشلال شر ميخالدا هانجي خادو يلقينه استماثل ذكرا ذكرو كنب مناسبا دهند قلب لقلب لحال إسول حلال دير قلب ويمدون سيسكما كيابلا في ذلك إثي بتوجه جنجو توجهات لك إلى توجهات وهمة جنجو إلنيات لك إسكما كيابلا ويبين لو سيسي بيان الحزابلا بيان الهاري بيان هابلا آداب طريقة طريقة تسل آداب البيان هاريلا وشريط آيب طريقة تسل سنجي شروط ألغي بيان هاريلا ويراغب إسيكي بوت إزابلا في متابعة الكتاب والسنة قرآن حديث الله نقويت لنجي بوت إزابلا ويقطع عنه الكلمة عنه وجهي ويقطع عنه كله ويقطع عنه الكلمة أساسا سنجي راعي قط إلى كين أو سيقود الجون قدون أبي لخبي أن الوصول إلى المطلوب على سموك جوال دي شيء لا يمكن رسبه به لليل إلا بهذه المتابعة هذه نقود لنا نقروني أبون ودينا أستاذ حزب إلى جون قدون يقطع كله عنه يسي الكلمة راعي هنجي أخيرا لشان أخدو نرغي لك إتل معكان لنا سنجي تابو يلدي واج أنا سنجي أسر لك التوجوغي حابونا رسول همة الله سنسي دوسي طريقة الأدوال باين هارونا هانجي دو سول سنگ قران حديث نا قتلين سنگ خوغ الحزبونا هانشي بيز كله هانجي يقطع قط الى جون قطن ابي لعنه يسي الكلمه تراعي جون قطن ابي لشبل ابون بان الوصول شيء سنگ الى المطلوب الله سمو جوال دخ الله است شيء سنگ لا يمكن رس به هولر الامو قنر الابون الا بهذه المتابعه متابعتي هو اورغ سنا قتلين الكوروناني هل دو قران هل دو حديث هل بشس الاورغ است اتباع هل دنا خوتن هل قسمت له اورد الخي ذكر بيجي خا هل دنا خوتن قروجو ما طلب ده شيء بكون رجل أم هنجي أبي لغسل شن قد رعي وينبهه إن سيجي كانت إذا ولا على أن الوقائع سنجي وقائع حصل سن كارل ثلاث سن جال والكشوف كشف هذي والمخالفة سنجي شهر على دخون دنا كلار سن جال خا
ادنا مخالفتین ده حب عقیدنده کنگوت یلدن کلاریجو لیت کتاب قرآن الده و سنت حدیث الده قرآن حدیث الده آره وارد سحر الدن کلاری ده حب عقی جو خا سنگ کش فاز و بک آنگی سوگی مطلب بیکارا جو بک آنگی کارا تر واقع علوق آنگی خاصلو کرد تو آرام خالد مونیت تو آرام وسط سنگ مثلا ذکر بازی وصل اجتهادات که ریزه که وسی بطل را کجا کش فاز بیه ولی تو هب قرآن حدیث الده دند کلاری شمگی ده حب عقیدنده کنگوت ایوگی کش فاز بگی واقع علقیم لا يلتفت الى زق والله الا رؤب سنگ غصه غولد كانت ازويلا سنگي براله ولر الابون اول الابصار سنگلك ال كانشي بير بوغل بتره براله ولر الابون ولا توزن صازي صلر الابون بميزان الاعتبار بالله يا سول خلها بي سول صادر الد صازي صلر ال ريكني سريكون ما لازم اصول ريل قران حديث الشريعه لدن كولري كشف بيجي وقع يالغي غولد شرسون سوغ سوغ جل ابون كانت ازويلا غي مخل وقالون الإمام رباني يسر رضي الله تعالى عنه في بعض مكاتبه جن كاغتزو سيالد أبو نشيب مجيبا جوابون لمن سأل جنده قرسي شيب أوراس إمام رباني يسر إن بعض رجال ونساء سوسو بخينا رجبي هز يلتمسون طريقة الله بولا مع أن أكلهم ولوسهم جدور كونيجي ريت الريت إجي بوك أموك إنجون صدق من مال هبوت صدسان لا يخلج بعتلارب هيج أبو كنارب عن ريبان صري بيلدسا ده بعدي سنجي ريبا قط هيج أبو كنارب بوت سما وسا كنالي جروك أن ريت ألي جروك أن سنجي عص سوسر بخين ألي سوسر وشابزجي طريقة الله هبل بقول أبو ماش على السؤال على جوابنا ويظهرون ظهير جهاب اللي بقول إز أن هذا الأخذ منهم هاب إز دس موجي بوسي ليس إلا بالحيلة الشرعية شرعية حيلة دس نقول هيك إلى مخا هل يتأهلون دون خا عزول سنجي تقريبا سلجي دار مسلجي وزير سلجي سنجي غض شبهات لي كامرة سلجي شبهات غض هيك ريبا غض هيك سلجي جو بكوني هيك إل سنجي بكون قد يكون سلطة طريقة بسيط على جهاب اللي بقول بخنز جلو شبز جام هي قمة أنا مخال هل يتأهلون لتعلم طريقة هيدنا الشيء أهله سنكون الشيء طريقة ما لزي أبن طور السؤال لدستون شيب لقنوهم نجس إزد ما لزي أذكر ذكر ما لزي وعلموهم نجس إزد الحزب ورغبوهم هزو خول حزب في الاشتنا بريك أسلي نريك أسلي عن المحرم يحرمها ورجو الله سا هلاج أنا ما خلت سنجي نوجي ربا كنا لشعي روغو سنجي حرم كنا لشعي زوما شعي روغو ونخي غيش أغو خا ما سليزي ما سلي ما سلي الله صدق هل حيز حالت إذا ولي بحرم أصلا مغيزو الله سريك أسليزي إذا سنجي خوغي تلزي بي ما سليزي ما سلي الحزيجي هبي ولعلهم رسبوغو إذا يتخلصون قصر لزي من ذلك لإشتباه هدف شبهي أصلا مغيزو الله سا ببركة تطريقة تبركة تلسون هل قصر لزي رسبوغو خلبوغو انت اتعنا كذا يدم في الدور المكنه تلدها وهم يلدا من الجزء الثاني كيلو جزء يصل والباشا الثانيه تلدقي في سنجي المعنى في هذا قولي والباشا الثانيه في المعنى تلخ في هذا ما هي جبق السابق عني اورق السبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تو غوس اسار زب قد قه حوالي مخل بكر جوخه ومن هنا بقى تن قال غوس ابونا ان طالب طلب حول شيء اذا وجد استمتع مخل في طاعته جن سولت اعته صوت وعباده سول عبادته صوت اختلاج الباطن سنجي باطن بغبط شري بشيء سندسنيجي من السمعه عدم زراع زبط يلدسا والرياء عدم ذبي خزبط يلدسا لا يترك العباد اس عباده تلار الامن بطل رسول مجيء عليه خمري دوغو سنجي الله سو دين الله ما شاء رسول مجيء شيوغو استفاد هني جندا غوريك اتلاني كرمه خالد حوالت اعات تلقي عبادة تلقي جريك اتفاد هنا سبعة غابات شري عدم زراعة عز بطل يحصل عدم زبي خز بطل يحصل خاص مع تري أصل هي جوات تني الأم وغصت اعات عبادة تلارو ودي رجوا ليا كل بوجو دي رجوا سمعات كل بوجو أو كيف جو حرام جو بوجو دي سعدم زعل شلاف حوالي بوجو أو حبيش أتوجيل بجو بل يستغفر الله دو غبط ترى ريك اتبات ترى دو عجب ريا الدسة سمعات ريا الدسة استغفر هبلا تابو هبلا تبارك وتعالى الله سي استغفر هبلا اعطي عبادة هبيج اتلارو انت اعطي عنا بحجة الدسة ملخصا قوقع من هغاهو ميرالده نجي وسنتي في المعنى في هذا في هذا قد اونشوه وقد قيل أبنا الرياء رياء دي لخ عدم زبيخي جهبي
قنطره الاخلاص الله سعلا وجبات ذهبي يلدبو قلبو قلبون هيس هاست بي خي ذرا عزيزو حبو لغو طلغو غرو الله سعلا حبي يلد شلاري الامخه ولهذا يخي علو قال شيخنا تلدش نجي الشيخ ذو الجناحين العسوي عسى عبد الرحمن حجس ابو نقدس سيرو قد تحمل مش المشايخ تحمل المشايخ زبست امولا المريد مريد الى رياء الدت امولا في العباده الرياء حبي يلد امولا شبيزي اللي جرّه جن صدّت أزوج إن تدريجا ده حتى كنت أزوج إن إلى الخلاص أشيل أزوج إن تأمل تأمل لص. هذي دلالة على إنه خج أبوك مخدوبه. نيجي تأمل لأول كلها رياء أشيل أبوك أنا جي سمعت أشيل أبوك أنا جي جو حبيز سنقول كم تلقى غلاس عن غرور دلدي سنو خج أبوك غلاس عن غرور دلدي أز أي خج أبوكون. وفي المين الله بقول ولما ظهر رسول الله سنجي رسول الله رسول زهير هبيدل برسالة جند رسول زهير هبيدل لم يأمر أمره هبيج أحدا سيدنيجي بترك الحرفة حالت إتيل أبون التي بيدي استكدوك حالت إتيل أبيج بل أقرهم سنجي جند سيزيج إذا بنجيب إذا مكرسنا على حرفة حرف إذا الحالت أبزده في شبزدا وأمر إذا أمره جهابنا بنص نصيحة طرف أمره جهابنا نصيحة الله لك أحسن حجدان الشيخ أخي الوجه بيقول لك أخي الوجه هنجي هنجي أوراق السلاحة بيشاسو أوراق السجين سرسول تزهير هبيدال سيدنيجي امرو هابيچو جيند قلوخ كي حالت ايجي تيل ابو انسا كدوبك عرب شو خورا ازيجي مكور سانا سنجي غزو الحالت يالده مخشل ده پيشه يالده جي نصيحة راسل امرو جي هابونا اي دين ما سانا غزده وكان وقع سيد علي ون الخواص رحمه الله تعالى يقول اس ابليو الكاملو كاملو چيماني چيوغو يسلك نسا عدم الالاست ونختت امولو عدم از سلوك هابولو وهم الفي حرف جو دو جو در مخشل يالده حالت ادارو كنو جي حلال ده انتها فالواجب الأدب على الشيخ الشيخ أستم أن يرفق جنس رفق وقرحلها بي و يلطف جنس لطف تصبها بي زي بمن هيتشي أستم كثرت معاسجين عسيلها بعمل حرستا وقساق الوراق بيتسال حرستا وغالب وقو جنس كيتسيك أرستا في المخالفة داند كل رجال أطل شرال دبی هولر جل د کیت سیک را چی رق قصو طلبو گچی عسیت عمرت نو گچی زریف قو گرحل حبیز کولت اد و گشای خسته ولم یشل صدر لتوبه توبه رق عت اتلچ اتنو گچی زریف قو گرحل حبیز فانه هدنو چی کلمرید اون تر عدن چی کولا الذی یشکو جن سعرز حبلو گوری الذی یشکو خدو امراض جن عرز جن اون توز عرز حبلو لت ابی تختورسه هذه هي هذه انتم مجلون عرض اشواج اراو فلا ينبغي لقلرو ان يزجروا ان سي نخج از سحق قتله زوين فرمن جو اساس سن كلوتيزه بل يسبر صبر بز كل توخترس حتى يفرغ واتلز عن من ان يشكو يشكو عرض دوسل عرض لسان دوسو زيغال د سوات اتلز عن صبر د عينك كز كل هو والله هيز كل هو دوسس كلوتيزه بهولارو سن دو سحق قتله زي بهولارو قولي خدو من أن يشكو قولي خدو ضرورته حتى يفرغ واتأخذ عن من أن يشكو ضرورته جندي درمان قد يشلو زيغار يلد سدو واتأخذ عن ومرض أنت يشلوغي ثم سنجي هاجي دوسوك عينيكون سبروغي هابون يصف هاجي هابيل السفات وتخترس له الدواء سدارو يشل السفات هاجي هابيل وهذا الخلق هدنا تأبيعات صبروغي سنجي حلموغي سنجي رفق وقرحلغي قال دهبوغو من يعمل بإلد عمالها ولكي دهوغو هدين أبيعتال ده لا سيما خاصكو أهل الحدة سنجي والغيرة على الشريعة شريعة اللي غيرت بوغي شريعة اللي سنجي تسين بوغي تلموغي أهلو يحل شريعة اللي سنجي روح شريعة اللي بوغي غيرت يقول تشيلي ريونوس بوغي خا چوچیال دبوق اون ریم نسخه چوچیال داد شرچی کثافت زگی ویکی زگی نتله به هولارو نتله چوچیال د غیرت بکنه الله عزوج شریعت لگی بوق نکلا غیرت چیه سو ایمان اصلا جو بوق غیرت خا جنی شریعت سونی خا
هيقولس أهل الحدة كله حدة غيرته سوق جوخا حدة كله سنجي سيمخا على بعث لي خيل أول جوخا سنجي ريونس كي حدة كي سنجي شريعة الدين اللي بوجه شنو قد شيء استك أولاري لا خسابة بيزه حخزة سنجي دوني نقزة بيزه ولو أنهم نظروا هل رك أرى الأنبياء لهم في أخلاق أورق سلط أبيعة تلدي صلى الله عليه وسلم لا تلات أفو هزجي تلات وسنجت إرين لي حين لي أبي زبوك أنا بجميع سكينة نجي عسيت منها ولا شعزي إزجي أبي زبوك أنا إرين لي فإياك من صنع يا أخي دروس و هدو وان هايشوي يا نه رشوي يا هيجشو فإياك نهر من الرودة ويا أخي فإياك يا أخي ونهر أحد من العساة إذا سلك عن دوائه وإياك يا أخي ونهي أحد من العساة بكم كلسة نجد شيء بكم سخومك نهي بكم كل تلف فإياك منصون يا أخي دروس ونهي أحد شعق نقج أزي شعق نقي من عساة عسيت لمناهب ولي شعزول إذا سألك دوده قرى مخال عن دوائه تلبه دارو خيره قرى مخال ده حديث الشيء بعزة كله هادينا جوز سردا تونو قيل هادي هادينا بعسيت ليه تجي منا هالكي أنتي هالكي لأم هي قرمة خلدا دارو بيت سنة سنجي دوسة شيء حقوق نخش أجي هدين شيء وش شيء نخش أجي بيت سنج أجا دارو ولا يمتحنهم الشيخ في الصدق سنجي الشيخ خاص إزول حال بخيل روريت أخليه له وحصل سبيت سنة جو بيت سنجي اعتقاد بوجودة محبة بوجودة سنجي بوجودة كل الصدق بوجودة لسن أبي لريلا شيء لأن الامتحان حلبه إنما يكون بكون كدال إذا تمكنوا هيل شلاش رم خالد في طريق الله جن شلاش رم خالد هما خبوكون يسول سنجي حلبه وعلقت بهم سنجي إزدك خور خرم خالد سنارة توهاي شو جه دخلوا كيش قري تو سنجي طريق دخلوا كيش خا دو بوك إن كل جو نخلش شلاش رم خالد كل دو كيش برا مخالد خا علاقت کل برای میخالد از دا سیناره تو اتینگت علاقت لک ایچ برای میخالد. لطفا کلی خورم میخالد. مثال بغل دا معیار دا کلی خورش. زنگی شلوت لیز قوت اولش تو دیچو بکنه. طریقت لک ایچ از دا برای میخالد. هنچی بخیز کل حال. هیچ خود ایرگا شلرو. و اما قبل ذل ایلش شد عن سبب فربما امتحانهم شیخ از ایزول سینسین حال بخولا فرجعو زنگی هیچ نخرسونا رک البقال دونا. عما کن جرک ارث حال دسا قصدوه ازین قسم مکرث مجلس ایل رسونا. وقال هزق أول ما لنا ولي هذا الطريق نيجي جه طريقة تلي بوج الشيب نيجي جه تلي داني كوليج الهاب دي داني كوليج جوري الأمخ جينا هنچ هزق أول الأمخ ما لنا ولي هذا الطريق سنجي نيجي جه تلي جو كولاري وفترة همة إزول سن همة نيات السنة إزول وفي الفتاوى الحديث يطبق لابن حجر إن النبي أورق صلى الله عليه وسلم كان يلين القول أورق سراعي تما خبل أن لمن يرجو إسلامه ودب السرمة لذي خلبه كشي يسته لأنه سنجي أرجع سنجي هب تمخبي لأن راعي تمخبي أرجع تسيكون راجع خلبو جيبوغو لذي تشيت أويت إخلي دوسا سنجي بوسن حسكون سنجي قاتش على عبيقون وسا سنجي زارجي بوقون تخدو تلوهناني سنجي وحينقون إسلام دي واجنش واجنارو سنجي راعي تمخبوناني هب تسيكون هدية تتلي أرجع خلبو جيبوغو بلتزك الله لكن بجوغ اللهم إنا نستودعك معلومة أني فردود على الحاجة إليه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا من يرى ولا يرى وهو في المنظر الأعلى فرج عنا ما ترى الحمد لله العالمين صلى الله على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين Kusura شكلش بو يولدا شكلش بو بيليش الابغ نجس لوكم فوق تيلي انتو جوسك يدينغور شاولو بار سارا سات ايجوان سيمود ايجوالان سارا سات سينج نجل نسل ايجوالان هان شورول وشارغي مشارغي صاف شورور انش نو